نروح لقصة جديدة عن صراع جديد هيبتدي ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. الصراع الأول كان مبابي واللي فاز بيه طبعا باريس سان جيرمان بعد مناوشات كتيرة جدا. الصراع التاني بقى هو الفرنسي تشاوميني وفاز بريال مدريد. نخش بقى على الصراع الثالث وهو مدافع انتر ميلان شاكتينيار واللي هينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الفريق الإيطالي ويحق ليه طبعا من يناير التوقيع ببلاش لأي نادي تاني. حسب تقارير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فريال مدريد مهتم جدا بمدافع انتر وبيراقبه وبيراقب موقفه مع فريقه وهيحاول ان هو يتعاقد معاه في يناير كلاعب حر استعدادا طبعا ان هم يضموه والتعاقد معاه في الموسم اللي جاي. كمان كارلو انشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي شايف ان اللاعب هيكون مناسب جدا ان هو يدعم بيه دفاع ريال مدريد وهيكون مفيد لطريقه لعبه. الناحيه الثانيه باريس سان جيرمان بيبحث عن تدعيم دفاعه بمدافع سوبر بامكانيات عاليه وبالفعل حاول الفريق ان هو يتعاقد مع اللعيب في سوق الانتقالات الاخير. عرضوا على انتر ميلان يعني طلب طبعا اللي طلب 70 مليون يورو عشان يتخلى عن اللعيب اللي بعد كام شهر هيكون لاعب حر للتوقيع لاي نادي والمفاوضات وقفت بسبب طبعا مغالاه انتر ميلان للصفقه. اما بقى موقف اللعيب صاحب ال 27 سنه هو لحد دلوقتي ما حسمش موقفه سواء بقى بالتجديد لانتر ميلان او ان هو يوقع لاي نادي تاني مجانا في يناير. من الواضح كده ان احنا لسه هنشوف تاني صراع اسباني فرنسي جديد في المجال وعلى لعيب، لكن المره دي بقى مين اللي هيكسب، باريس سان جيرمان زي المره اللي فاتت ولا ريال؟ خلينا نشوف.